حيث نظمت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ورشة إقليمية تتعلق بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لوضع الخطط والبرامج المستحدثة بصحة ومأمونية الأغذية لهذه الفئات العمرية. المزيد في سياق هذا التقرير. دولة الكويت تسعى دائما إلى تبني السياسات الهادفة لتحسين صحة وتغذية المجتمع مبنية على أسس علمية بالتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. ولتحديث السياسات الوطنية المتعلقة في هذا المجال، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية استراتيجية وطنية مستحدثة وخطة عمل برنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار السن بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. الإعلان عن إطلاق استراتيجية تغذية الأمهات والرضع صغار الأطفال، لأن هي توصية منظمة الصحة العالمية لوضع خطة عمل شاملة لمواجهة أو لدراسة ووضع الأولويات تجاه هذا الموضوع. فإحنا مقيمين هذه الورشة العمل ودعوة كل المعنيين في الموضوع من ممرضات، من أطباء نساء ولادة، أطفال، مستشارين خدج ومتخذي القرارات. سوء التغذية مسؤول عن 35% من عبء المرض الذي يصاب به الأطفال دون سن الخامسة، محور يتصدر أجندة الاستراتيجية لوضع الحلول الناجعة والخطط الهادفة المتعلقة بتحسين تغذية الأمهات. نظرا لأن في أنيميا أو فقر دم جدا عالي بين الأمهات، خصوصا في الحوامل، فئة الحوامل، زائد الأمهات اللي هم في عمر الإنجاب اللي هو من عمر 19 سنة إلى 45 سنة، العمر هذا لقينا أن نسبة فقر الدم جدا مرتفعة بين 30 إلى 40% من النساء الكويتيات عندهم الأنيميا هذه. فراح يكون تركيزنا في هالمرحلة في الخمس سنوات القادمة على التقليل من نسبة فقر الدم عند هذه الفئة. نشجع الرضاعة الطبيعية ونأمل أن تكون مستشفياتنا صديقة للطفل، وكلنا مهتمين فيها وعندنا مواد علمية نعطيها حق الأمهات، نسوي دورات حق الأمهات، دورات حق الطاقم الطبي. تغذية الرضع والأطفال تمثل حجر الزاوية فيما يخص النمو في مرحلة الطفولة ويحقق فارق في صحة الطفل في جميع مراحل حياته، فهناك حاجة ملحة لتحديث الخطط للتدخل التغذوي مرتكزة على أحدث البراهين. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.